وجه الرئيس السوري بشار الأسد الشكر إلى روسيا على دعمها فيما وصفه بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها بلاده، فيما أشار إلى أن مواقف موسكو تساهم في إيجاد توازن عالمي جديد. في غضون ذلك أعربت دمشق عن ثقتها في عدم صدور قرار من قبل مجلس الأمن الدولي حول أسلحتها الكيميائية، وذلك تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قال إن الاتفاق الروسي الأمريكي لا يتضمن أي إشارة إلى تلك الخطوة.